السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنبدأ النهارده اول درس في الاناتومي اللي هو الاكسترنال جينيتاليا. لما نبدأ يا شباب فيه هنلاقي ان في حاجة عندي اسمها المونس بيوبس. المونس بيوبس دي عبارة عن باد اوف فات مغطية السيمفيسس بيوبس. المونس بيوبس عبارة عن باد اوف فات مغطية السيمفيسس بيوبس اكت از ا كوشن. وبعد كده يا شباب في معلومة تانية ان هي كفرد باي هير، ومعلومة الهير ديستريبيوشن عند الفيميل لازم نبقى عارفينها. لو دي الامبليكس بتاعت الفيميل وده البلفس بتاعها او الاكسترنال جينيتاليا بتاعتها، فالهير في الفيميل بيبقى ديستريبيوتد از اتريانجل، الابكس بتاعه دايركتد لتحت، الابكس بتاعه دايركتد لتحت. لكن ان ميلز الابكس بتاعه بيكمل كمان للامبليكس، بيبقى فيه تو تريانجلز، كتريانجل لتحت وتريانجل ابكس بتاعه لفوق كمان. طيب كده خلصنا المونس بيوبس. نيجي بعد كده يا شباب لحاجة اسمها ليبيا ميجورا او ليبيام ميجس. الليبيا ميجورا دي بتبدأ من عبارة عن تو سكين فولدز، بتبدأ من المونس بيوبس يا شباب لغاية اما تروح تقابل زميلتها من الناحية التانية. هما دول عبارة عن تو ايه زي ما قلنا، تو سكين فولدز. طيب السكين ده بيتقابلوا ورا في حاجة اسمها ايه، حاجة اسمها بوستيريور كوميشر، حاجة اسمها بوستيريور ليبيال كوميشر. طيب لما قلنا ان هما فولدز، قلنا ان هما تو سكين فولدز، يبقى مدام هما سكن يبقى هما ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. طيب هل فيهم هير فوليكلز وسويت جلانس؟ اه فيهم هير فوليكلز زي ما احنا شايفين، وفيهم سويت جلانس بتطلع كاركترستيك اودر، وفيهم سب كيوتينيوس فات كمان، وفيهم حاجه عشان الام سي كيو هنعرفها بعدين، فيهم كانال اوف ناك اللي هي فولد اوف بريتونيوم. طيب نيجي ناخد الليبيا ماينورا. الليبيا ماينورا دي يا شباب عبارة عن تو فولدز برضو موجودين جوه الليبيا ميجورا، تو سكين فولدز موجودين جوه الليبيا ايه ميجورا يا شباب. وعلشان نفهم الليبيا ماينورا كويس جبت لكم صورة تانية توضح كل حاجة فيها. دي صورة حلوة قوي لليبيا ماينورا لانها بتوضح ادي التو سكين فولدز، بعد كده بيقول لك انهم قدام بينقسموا الى تو لايرز او تو فولدز. في ابر فلاب هتعمل بريبيوس بتاع الكليتوريس مع اختها اللي جايلها من الناحيه التانية، يعملوا ايه مع بعض؟ ادي بريبيوس اوف كليتوريس. طيب و بوستيريور فولد اهي يتجمعوا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها الفرينيولم. وبعد كده الاتنين اللي ورا بيعملوا حاجة يا شباب اسمها الفرشت مع بعض. طيب الفرشت مع الهايمن بيعملوا حاجة اسمها فصة نافيكولاريس، موجودة بس في الفيرجنز. عايزين تفهموها هتفهموها بالرسمة البسيطة دي. لو افترضنا ان دي كده الليبيا ميجورا، المقطع ده ساجيتال انا باصص من الجنب، والهايمن واقف اهو. لو انا باصص من الجنب يا شباب ودي الليبيا ماينورا، دي الليبيا ماينورا وده الهايمن اهو واقف لسه في ان ذا فيرجنز، هتبقى الدبريشن اللي موجود ده اسمه فصه نافيكولاريس، اسمه فصه نافيكولاريس. طيب الليبيا ماينورا دي متكونه من ايه؟ عباره عن سكن، بس سكن ما فيهوش حاجه. يعني ايه سكن ما فيهوش حاجه؟ يعني هو ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم بس ما فيش كيراتين وما فيش هير فوليكلز وما فيش فات. طيب هو ليه لونه بينك؟ علشان هو في فاسكولار كونكتيف تيشو ومفيش كيراتين، يبقى فيه الميلانين بيجمنت فبيبقى لونه ايه؟ بينك عادي. نيجي بعد كده يا شباب ناخد الكليتوريس. الكليتوريس ده زي ما هنشوف بعد كده في الاناتومي في الامبريولوجي سوري، هو المقابل للميل بينس. هو ده الكليتوريس يا شباب.
الكليترس بيبقى الطول بتاعه من 2 لـ 3 سنتي او من 2 إلى 4 سنتي. هو very sensitive organ وهو المقابل للبينس في الميل. فهو إركتايل، بيتكون من أجزاء في الجلانس. الجلانس هو اللي بيبان يا شباب في external genitalia، ده هو الجلانس of clitoris. وبيبقى فيه كمان body and two كرورة. لما نيجي نتكلم عن حاجة اسمها vestibule، vestibule يعني هي area. vestibule معناها area يا شباب، هي منطقة ما بين التو ليبيا ماينورا. منطقة، ركزوا في كلمة area عشان موجودة في MCQ. area، كان سائل الفيستيبيول ده area ولا opening ولا ايه. هي المنطقة دي كلها. طيب المنطقة دي يا شباب بتستقبل الاوبننجز بتاعت كام حاجة؟ ده برضو كان سؤال MCQ. ادي اليوريثرا، الاكسترنال يوريثرال ميتس اهي، وادي الاوبننج بتاعت الفاجينا، وكمان يا شباب اوبننج بتاع تو جلاندز موجودين على جانبي الفاجينا اسمهم البارثولين جلاندز. يبقى الفيستيبيول عبارة عن اريا. الاريا دي ما بين ايه وايه؟ ما لازم اريا تبقى محدودة بحاجة، ما بين التو فولز بتاعت الليبيا ماينورا. طيب اريا بيفتح فيها كام حاجة؟ الاكسترن يوريثرال ميتس والفاجينا والبارثولين جلاندز. نيجي بعد كده نتكلم على الاكسترنال يوريثرال ميتس. الاكسترنال يوريثرال ميتس زي ما احنا عارفين ان الفيميل يوريثرا بتبقى شورت، هي 4 سنتي لونج بس. اليوريثرا از لايند باي ايه يا شباب؟ هي جزء من اليوريثرا عموما، هي جزء من اليورينري سيستم، فهي لايند باي ترانزيشنال ابيثيليوم. ولكن الاكسترنال يوريثرال ميتس كل ما اطلع بره واحتاج بروتكشن، كل الحاجات اللي بره بتحتاج بروتكشن لانها معرضه للانفايرمنت، فلازم اديها سكويموس قوي اللي هو الاستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. وبعد كده عندي يا شباب 2 بارا يوريثرال جلاندز اسمهم سكينز جلاند، بيفتحوا في الفلور بتاع اليوريثرا قبل الاكسترنال يوريثرال ميتس. بيفتحوا في الفلور بتاع اليوريثرا قبل ما تخرج لبره. ادي البارا يوريثرال جلاندز او السكينز جلاند او السكينز تاكت. نيجي بعد كده يا شباب للهايمن. والهايمن ده عبارة عن ثين ممبرين بيفصل الفاجينا عن الفيستيبيول من بره. طيب الهايمن ده ايه حكايته؟ زي ما هنشوف الامبريولوجي يا شباب، هو الجزء اللي تحتاني، الجزء التحتاني خالص من الفاجينا، متكون من يعني متكون من حاجة في الامبريولوجي، والجزء اللي فوق متكون من حاجة تانية. فالجزء اللي ما بين الجزئين ده فضل ممبرين thin slightly vascular، عبارة عن connective tissue covered by stratified squamous epithelium من الناحيتين، وفي منه انواع. الهايمن ده يا شباب لازم يكون فيه opening to allow the menstrual flow. طيب ايه هي الانواع اللي عندنا؟ في كريسنتك، يعني ايه كريسنتك؟ يعني بياخد الشكل الهلالي. وفي كريبري فورم يعني في كذا فتحات، في multiple openings. وفي الشكل الانيولر، وفي الشكل الانيولر وده الموست كومن شيب. وفي الشكل اللي ممكن يعمل مشكله اللي هو الامبيرفورت there is no opening، فهتبقى في مشكله هنشوفها بعدين. زي ما هنشوف هتبقى في مشكله في المنسترال فلو زي ما هنشوف بعدين. فاول سيكشوال انتركورس يا شباب بيحصل حاجه اسمها ديفلوريشن. يعني ايه ديفلوريشن؟ فكها. دي فلوريشن يعني انا هشيل الفلور. فاول سيكشوال انتركورس بيحصل ان الفلور بيتشال، الهايمن بيحصل له تيرينج، وبيبقى فيه سلايت سبوتينج.
نيجي بعد كده يا شباب لجلاندز موجودة في الأوبنينج بتاعتها في الفستيبيول اسمها البارسولين جلاند. البارسولين جلاند دي موجودة on either side of the vagina, بتفتح on either side of the vagina, موجودة في البوستيريور one third بتاع الفستيبولار بلب. ايه حكاية الفستيبولار بلب؟ ده عبارة عن two connective tissue cushions موجود on either sides of the vagina. هو ده كل اللي عايزك تعرفه عنهم. طيب الدكت بتاعتهم طولها قد ايه؟ طولها قد ايه الدكت بتاعت الجلاند دي؟ من 2 ل 3 سنتي. طيب الاوبننجز بتاعتهم فين؟ زي ما احنا قلنا بيفتحوا في الفيستيبيول في الفاجينا انترويتس عند البوزيشن اوف 5 اند 7 اوكلوك. لو انت بصيت على الساعة هتلاقي ان هم فاتحين عند السايد اوف 5 اوكلوك اند 7 اوكلوك. طيب ايه الفانكشن بتاعتهم؟ هم موجودين ليه هنا؟ عشان بيعملوا يا شباب الكلاين فاجينال سيكريشن فور لوبريكيشن ديورينج الانتركورس. نيجي بعد كده نقول الفيميل اكسترنال جينيتاليا دي بتاخد بلاد سبلاي منين؟ بتاخد نيرف سبلاي منين؟ الليمفاتكس بتاعتها بتروح على فين؟ البلاد سبلاي بتاعها يا شباب مينلي من internal pudendal artery. internal pudendal artery ده البلاد سبلاي بتاعها يا شباب. طيب النيرف سبلاي برضو خد كلمة pudendal ونزلها pudendal nerve. ده المين طبعا في حاجات تانية بس احنا بنقول الحاجات المهمة. بعد كده لما نيجي للليمفاتكس يا شباب الليمفاتكس دي حاجات سوبرفيشال. الليمفاتكس دي حاجات سوبرفيشال يعني كانسر فالفا يروح على فين؟ يروح على الانجواينال او جروين ليمف نودز اللي هم انجواينال جروب كده والجروب الفيمورال الاثنين. انجواينال يعني عبارة عن الجروين ليمف نود سوري عبارة عن انجوينال اند فيمورال ليمف نود. وبعد كده يروحوا لمين؟ يروحوا للاكسترنال ايلياك الكومن ايلياك والبارا اورتيك ليمف نود. وانا لازم احفظ الليمف نود اعرف ان الكانسر فالفا بيروح للانجوينال ليمف نود لان هو ده السؤال اللي كان موجود في الام سي كيو. لما نيجي نبدا يا شباب مع الفاجينا نلاقي ان الفاجينا عبارة عن elastic fibromuscular canal. elastic fibromuscular canal extending من فين؟ زي ما احنا شايفين من الرسم اللي على الشمال دي من اول الفستيبيول لغاية بداية اليوترس. واليوترس بيبدأ بحاجة اسمها سيرفكس. وزي ما احنا شايفين يا شباب ان السيرفكس بتاعنا السيرفكس لو خدناه من فوق لتحت السيرفكس بتاعي بروجيكتنج انتو الفاجينا. ادي البروجيكشن بتاع السيرفكس. فالبروجيكشن بتاع السيرفكس ده يا شباب كون لي حاجة اسمها فورنيسيز. هي دي الفورنيسيز يا شباب طيب بناء على كده بناء على البروجيكشن ده انا هيبقى عندي كام فورنيكس؟ هيبقى عندي انتيريور فورنيكس وهيبقى عندي posterior fornix وهيبقى عندي اتنين lateral fornices. اتخلقوا من ايه الفورنيسيز دي؟ من السيرفكس اللي عمل projection into الفاجينا. طيب الopening التانية بتاعت الفاجينا covered by ايه؟ partially ولا completely covered by الهايمن؟ partially عشان لازم يبقى في opening to allow menstrual flow يبقى partially covered by hymen and virgins. طيب نيجي يا شباب نقول الوالز بتاعت الفاجينا. الوالز بتاعت الفاجينا ليها anterior wall and posterior wall. وزي ما احنا ملاحظين من الرسمة اللي على اليمين ان الانتيريور wall اقصر من البوستيريور وول. بيبقى الانتيريور وول 8 سنتي والبوستيريور وول 10 سنتي. طيب معنى كده ان الديبست فورنيكس هو انهي فورنيكس؟
هو البوستيريور فورنكس. الديبست فورنكس هو البوستيريور فورنكس يا شباب. طيب لو انا جيت قطعت الفاجينا هلاقي الكات سيكشن بتاعها عامل ازاي؟ هلاقي الكات سيكشن بتاع الفاجينا مديني شكل الاتش. يبقى اتش شيبد، الكات سيكشن بتاعها اتش شيبد. طيب ده يبين ان الفاجينا عبارة عن ايه؟ عبارة عن بوتنشال سبيس. عبارة عن بوتنشال سبيس يعني ايه بوتنشال سبيس؟ يعني هي اوريدي مقفول السبيس، اوريدي التو وولز على بعض مقفولين على بعض. during sexual intercourse بيحصل ايه؟ dilatation للسبيس ده. نيجي بعد كده للريليشنز. الريليشنز بتاعتي يعني anterior relation posterior relation ولاترال relations. لما نيجي نتكلم اول حاجة عن الانتيريور ريليشنز، يبقى انا ريليتد في الوان سيرد الاولاني بتاعي لليوريثرا، وريليتد في الابر بارت بتاعي لليورينري بلادر. طيب نيجي بوستيريورلي يا شباب، بوستيريورلي هبقى ريليتد في اللور وان سيرد بتاعي الحاجة هنا اسمها بيرينيال بودي، وفي الميدل وان ثيرد بتاعي لحاجة اسمها الريكتوم هو رايح على طول. طب والأبر وان ثيرد خالص شايفين الفاجينا اكستندنج لغاية فين؟ يبقى انا ريليتد لحاجة انا خدها في البريتونيال فولدز اسمها دوغلاس باوتش. يبقى تاني الانتيريور ريليشن، ابر بارت اوف الفاجينا انتيريورلي از ريليتد تو يورينري بلادر، لور بارت ريليتد تو اليوريثرا، ورا من تحت الفور ريليتد للبرينيال بودي ولا ولي الريكتوم ولي الدوغلاس باوتش. ده بريتونيال فولد هنقولها كمان شوية. طيب لما نيجي ناخد يا شباب لونجيتيودنال سيكشن في الفاجينا، لما نيجي ناخد لونجيتيودنال سيكشن في الفاجينا هيديني شكل فلاسك شيبد. يعني ايه يا شباب فلاسك شيبد؟ ادي السيرفكس اهو بروجكتنج وادي الفاجينا. وده اليوترس من فوق. طيب يا شباب في نقطة ان السيرفكس عند الفيميل بيبقى بروجكتنج انتو الفاجينا، ولكن مع التقدم في السن ولما يحصل المينوبوز بيحصل اتروفي في معظم الاورجنز دي عشان الاستروجين اللي كان موجود وكان بيأكلها راح. فايه اللي هيحصل يا شباب؟ لو انا اديتك رسمتين وقلتلك تعرف من رسمة الفاجينا تقولي مين الست اللي بيفور مينوبوز ومين الست اللي افتر مينوبوز، من رسمتين نعرف ان شاء الله. ليه؟ لو رسمت الرسمة دي قلت لك دي فاجينا، ده اللونجيتودينال سيكشن بتاعة واحدة فيميل، وفي المقابل ده برضو اللونجيتودينال سيكشن بتاع واحدة فيميل، يبقى انهي البوست مينوبوزال وانهي اللي لسه ما حصلهاش مينوبوز؟ دي بوست مينوبوزل. ليه؟ عشان حصل اتروفي في الجزء البروجكتنج من السيرفكس فقل البروجكشن بتاعه قل شوية، ولكن في الجزء ده البروجكتنج بارت كبير، فممكن من الحتة دي اعرف لو دكتور رخم وسأل فيها. يعني نيجي بعد كده يا شباب للكوفرنج، الكوفرنجز بتاعتها ايه؟ الابيثيليوم بتاع الفاجينا. الابيثيليوم بتاع الفاجينا مدام هي بره ومعرضة لستريس يبقى لازم تضغط بحاجة تكون بروتكتيف ليها، يبقى ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نون كيراتينايزد. طيب والفاجينا كمان يا شباب ثرون انتو فولدز، شايفين الخط ده مش ماشي حاجة واحدة، لا الفولدز دي بيسموها ايه؟ روجيه، زي اللي موجودة في الستومك to allow distensibility. نيجي بعد كده السكريشنز اللي موجودة في الفاجينا بتيجي منين؟
في معلومة مهمة جدا ان مفيش glands في الفاجينا. الفاجينا نفسها مفيهاش glands، ولكن السكريشنز بتيجي من فوق من السيرفكس، وبتيجي منين كمان؟ vaginal transudation. يعني ايه transudation؟ ما تعتبرش secretion. ان blood vessels، وهنعرف بعد شوية ان الفاجينا highly vascular، فالblood vessels بترشح مية، فده اسمه vaginal transudation. ومن تحت خالص يا شباب اللي احنا لسه قايلينها من شوية، البارسولين جلاند اللي بتطلع alkaline secretions. في الفاجينال سايكل احنا قلنا ان في الفترة بتاعة الاستروجين ديبندنسي الثيكنس بتاع الابيسيليوم بيزيد والجلايكوجين بيزيد والاسيديتي في في الفاجينا بتزيد، وده كله حاجات بروتكشن اجينست الانفكشن. يبقى من المتوقع ان انا الاقي الابيثيليوم بتاع الفاجينا في واحده بوست مينوبوزال الثن واتروفيك والكلاين، العكس يبقى في فتره الاستروجين بيبقى ايه؟ ثيك وجلايكوجين ريتش اند اسيديك، العكس هيبقى ثن ونو جلايكوجين والكلاين في البوست مينوبوزال فيميل. نيجي يا شباب نناقش البلاد سبلاي والنيرف سبلاي والليمفاتكس بتاعت الفاجينا. الفاجينا عايزك تعرف انها هايلي فاسكولر، معنى كده انها هنجيب لها دم كتير. ده يا شباب الانترنال ايلياك ارتري جاي وراح مدي ارتري اسمه اليوتيراين، واليوتيراين راح مديني برانش للفاجينا، والانترنال ايلياك نفسه راح مطلع برانش اسمه الفاجينال برانش، زي احنا شايفين في الناحية التانية من الصورة، ادي الفاجينال ارتري وادي اليوتراين ارتري كمل واداني برانش للفاجينا يشير في البلاد سبلاي بتاع الفاجينا. وكمان الانترنال بيودندال ارتري اداني انفيرير، ادي الانترنال بيودندال ارتري اداني الانفيرير ريكتال ارتري عشان يشارك في البلاد سبلاي بتاع الفاجينا. يبقى كده الفاجينا بقت هايلي فاسكولر، واخده بلاد سبلاي من 3 اوريجينز، ادي اليوتراين ارتري رقم 1، 2 واخده من فاجينال ارتري طالع من الانترنال ايلياك، واخده من الانفيرير ريكتال ارتري اللي طالع من الانترنال بيودندال ارتري. نيجي بعد كده للنيرف سبلاي يا شباب. النيرف سبلاي للابر بارت اوف ذا فاجينا انسنسيتيف. طيب اللور بارت اوف ذا فاجينا زي الاكسترنال جينيتاليا ما كانت واخده البلاد سبلاي، كانت واخده ايه يا شباب؟ كانت واخده من البيودندال نيرف، من البيودندال نيرف. طيب نيجي للليمفاتكس. الليمفاتكس برضو هنقسم الفاجينا لنص فوقاني ولجزء فوقاني وجزء تحتاني. الجزء الفوقاني بيبقى الليمفاتكس بتاعته مع السيرفكس، والجزء التحتاني يروح مع الاكسترنال جينيتاليا. نراجع الليمفاتكس بتاعت الاكسترنال جينيتاليا، انا بروح جراين ليمف نودز اللي هي فيمورال انجواينال وفيمورال، وبعد كده اكسترنال ايلياك، وفي الاخر خالص البارا اورتك. طيب الفاجينا السبورت بتاعها ايه؟ ان هي ماسكه في السيرفكس، وبناء عليه اللي ماسك السيرفكس ماسكني يعني السيرفايكال ليجامنتس، وعضله هنشرحها اسمها الليفيتور ايناي. كده يبقى خلصنا الحمد لله الاكسترنال جينيتاليا والفاجينا. وفي الفيديو في الدرس الجاي ان شاء الله هناخد اليوترس والأوفري، ممكن ناخد معهم البريتونية الكافرينجز بإذن الله.